خير يا رشا. صباح الخير هايدي. كيفك لليوم؟ تمام وانت؟ الحمد لله تمام، ان شاء الله يا رب تبقي بخير وكل يلي عم يتابعونا يا رب تكونوا بخير. نهار جديد واكيد صباح جديد واسبوع جديد، يا رب هذا الاسبوع يحملكم كل الخير والصحه والرزق وراحه البال. يا رب ساعه ونص من الوقت نكون خفاف على قلوبكم ونقدم لكم دائما المعلومات المهمه والمفيده بحياتكم، واكيد ان شاء الله يا رب امنياتكم كلها بتتحقق بهيدا الصباح وتكونوا دائما بلشين صباحكم بابتسامه كرمال تكمل معكم بنهاركم. اكيد محطاتنا عديده ومتنوعه على اليوم، طبيه واجتماعيه وثقافيه، ولكن مثل العاده خلوني ارجع لعندك يا رشا. صباح الخير عن جديد هايدي. صباح الخير لك، واكيد ذكرتي الابتسامه، وان شاء الله هيك تكون الابتسامه دائما من قلوبنا ومن ارواحنا. دائما وقت بتكون الابتسامه من جوا بتظهر على اوجهنا، بتظهر على حتى بتعكس على حياتنا، ان كان بالمجتمع ان كان بالعمل. يعني فيا رب هذا النهار يحمل لكل الناس، لكل حدا قلبه ابيض، لكل حدا بيحمل نوايا الخير للناس الحواليه، كل الخير والرزقه الكريمه. ودائما بنقول يا رب جبران الخاطر. مشوارنا بلش معكم ودائما بنقول هيك خلينا نبلش هذا النهار بكلمه يا رب كرمال نقدر نعمل شيء بهذا النهار. خلونا نروح لنكون مع اول ضيوفنا ولكن بعد الفاصل. إلى رزنامة التاريخ لنتعرف على أهم الأحداث يلي تشكلت بمثل هيدا اليوم، خلونا نتابع وراجعين. اليوم 11 أيار، كثير من الأحداث سجلت نفسها بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة على ذاكرة الأيام، مثل اليوم من عام 330 افتتاح القسطنطينية كعاصمة للإمبراطورية الرومانية وسميت روما الجديدة، ومثل اليوم من عام 1874 افتتاح خط القطار بين مدينتي كوبا وأوسكا في اليابان بمسافة 32.7 كيلومتر، وبعام 1989 دول العالم تعلن من كينيا عن فرض حظر دولي على تجارة العاج، وذلك لحماية الأفيال من الإبادة الجماعية على أيدي عصابات تجار العاج التي تقتل الآلاف سنوياً. ومن الوجوه اللي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1904 سلفادور دالي، رسام ونحات إسباني، وبعام 1916 كاميليو خوسيتيلا، أديب وشاعر إسباني حاصل على جائزة نوبل بالأدب بعام 1989. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 2001 دوغلاس آدمز، كاتب روائي إنجليزي. أما هلأ خلونا نروح لنشوف بعض المعلومات يلي حضرونا ياهون فريق الإعداد لليوم بفقرة هل تعلم؟ تعلم أنه يمكننا حسب بعض الدراسات تحديد معالم يومنا المقبل إلى حد كبير سواء كان إيجابي أو سلبي، وذلك من خلال آخر 10 دقائق قبل النوم. فالمسؤول عن عملية النوم هو عقلنا اللاوعي، حيث يجعل الأفكار التي تتراوت قبل النوم عالقة باللاوعي أثناء النوم، فيتحول عقلنا الباطني إلى مغناطيس يجذب هذه الأفكار إلينا سواء كانت إيجابية أو سلبية. وللاستفادة من ساعات النوم نبدأ بخطوتين، الأولى هي الدخول للنوم بنية الراحة حتى لو كانت الساعات قليلة وغير كافية، أما الخطوة الثانية هي التفكير بإيجابية سواء بأحلامنا أو أهدافنا ليكون يومنا إيجابي وأحلامنا سهلة الوصول. وهل تعلم أن العديد من الدراسات أوضحت أن الأشخاص الناجحين يدركون أن نجاحهم يبدأ وينتهي بصحتهم العقلية والبدنية التي تعتمد 80% تقريبا على النوم؟ فالكثير من الناجحين يعتمدون بنجاحهم على الوقت الأخير قبل نومهم، منهم من يقرأ يوميا قبل النوم ويضعون قائمة بالمهام التي سيقومون بها في اليوم التالي ليسهل إنجازها، ومنهم من يتصور الغد بنتائجه الإيجابية لما يعملون عليه ويتأملون بثلاثة أشياء يتمنون حدوثها، مما يجعل العقل الباطني يعمل بأضعاف قوته ويجذب هذه الأشياء وتتحقق أيضاً.
يمكن أن نعتبر الأمر ككلمة سر للبقاء متحفزين وعلى ثقة بقدرات عقلنا الباطني، وخاصة في الأوقات التي نتعرض فيها للضغوط. فأكيد رح نبدأ بأولى فقرات صباحنا لليوم رح تكون طبية، ورح نحكي عن موضوع طبي كتير مهم، مشكلة منشوفها كتير موجودة بمرحلة الطفولة أو المراهقة، مشكلة تبارز الصيوان، يعني الأذن المتبارزة أو أذن الخفاش مثل ما بيتسمى، عيب خلقي في صيوان الأذن بسبب كتير من الألم النفسي وكتير بيكون في تنمر. ولكن اليوم مع تطور الطب رشا أكيد صار في علاجات موجودة ونتائج أكيد موثوق. أكيد يا هادي، ومثل ما ذكرتي يمكن هذا الشخص بيكون عرضة للتنمر بشكل كتير كبير ضمن المجتمع. اليوم ضمن فقرتنا رح نضوي على هاي الحالة، شو هي أبرز وأفضل طرق العلاج، شو هي الأسباب اللي ممكن تؤدي لتشكل هاي الحالة عند الشخص، هل هي فعلا فقط خلقية أم ممكن يكون في أسباب تانية تسبب حدوث هاي الحالة. إمتى اليوم طبيا نحن ممكن نلجأ للتجميل والجراحة؟ معلومات جدا مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الدكتورة مريم إبراهيم خلوف، أخصائية بأمراض الأذن الأنف الحنجرة وجراحة تجميل الرأس والعنق. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كتير مهم، ويمكن كتير من الأشخاص اللي عم يتابعونا ما بيعرفوا تفاصيل هذا الموضوع. خلينا بداية نتعرف من حضرتك عن صيوان الأذن، وأكيد بأي عمر ممكن يكون موجود. تمام، هلا الصيوان هو صراحه جزء من الاذن الظاهره او الخارجيه يلي بتتكون من مجرى السمع الظاهر ومن الصيوان، وهو عاده بيتكون من غضروف مرن ومكون من طبقتين بس، جلد والغضروف تحته ملتصقين ببعض بشكل وثيق بدون وجود طبقه ثالثه شحميه بيناتهم. هلا هذا الشيء بيعطي خصوصيه للصيوان لانه بيخليه اكثر حساسيه على الاذيات الرضيه، ما في طبقه تحميه يعني من الرضوض. هلا كمان الصيوان بالنسبه لمراحل النمو عاده هو صيوان اكيد موجود عند الطفل اول ما بيخلق، بيكون حجمه صغير وبيصير يكبر تدريجيا خلال مرحله الطفوله، بيوصل تقريبا ل 85% من حجمه بعمر الخمس سنوات، حجمه عند البالغ بعمر الخمس سنوات. هاي كتوصيف عام. وظيفه الصيوان مثلا فينا نقول هو بصراحه الجزء الاول يلي ببلش يتفاعل مع الصوت او بيبدا بوظيفه السمع، لانه ببلش يلتقط الامواج الصوتيه ويجمعها ويوجهها نحو مجرى السمع الظاهر، وهو بصراحه بفلتر الامواج الصوتيه المتوافقه مع الاذن البشريه، لانه احنا اذننا بتسمع تواترات معينه، فهي هي وظائف الصيوان. دكتورة نحن أكثر من مصطلح ممكن نحن نستخدمه على هي الحالة، شيلي عن المصطلحات العامية، أكيد صحيح. طبيا كمان بيقولوا أذن الخفاش، يعني نحن اليوم عم نقصد نفس الحالة. ذكرتي حضرتك أنه بعمر الخمس سنوات بتكون الحالة ظاهرة جدا عند الأطفال 85% تقريبا. لا، هذا بيكون نمو الصيوان وصل ل 85% من حجمه. طيب ولكن خلقي، هل نحن اليوم قد ايه نسبه هي الحاله انه ممكن تكون خلقيه عند الاشخاص، واذا ما انا خلقيه شو هي الاسباب اللي ممكن تؤدي لحدوثها؟ حلو كثير. هلا تبارز الصيوان او هي نحن علميا بنسميها بروتودينج اير، هي الحاله هي عباره عن وحده من اشكال فشل تطور الاذن الظاهره، فبتتمثل بنمو مفرط ومتبارز للصيوان زياده عن الحاله الطبيعيه عند باقي الاشخاص الطبيعيين. هلا الاذن هيدي الى درجات من او هي الحاله الى درجات خفيفه متوسطه او شديده التبارز. نحن وقت تكون شديده جدا بنسميها اذن الخفاش او بات اير. هلا ليش بتكون شديده جدا؟ بصير الصيوان كثير كبير، المحاره اللي بقلبه او اسمها الكونكا هي منطقه معينه من الصيوان من تضاريسه بتكون كثير كبيره ومتوسعه، وبيكون عندنا غياب للسنيات او الطيات التشريحيه الطبيعيه اللي هي اساسا بنشوفها نحن على الصيوان، بتغيب بمكان معين وخاصه شيء اسمه الانتي هيليكس، فهون بنسميها البات اير. هلا بالنسبه لحدوث هي الحاله هي فيها تكون خلقيه او مكتسبه. هلا الاذن المتبارزه الصريحه ثنائيه الجانب عاده هي خلقيه، يعني بتجي مع الطفل اول ما بيولد، بتكون خفيفه وبتصير بنشوفها بوضوح اكثر كل ما كبر الطفل، وخاصه يعني بمراحل الطفوله المتوسطه لما يصير عمره خمس سنوات. المكتسبه منها عاده وحيده الجانب، خفيفه، بتكون ناتجه عن وضعيه خطا للطفل البيبي اول ما اهله بيحطوه على السرير، بتشوفي اذنه عم تنطوى تحت الراس،
بتقوم تعطينا شيء مكتسب ما كان موجود اول ما خلق البيبي. بس هي المعلومه الشائعه انه بيقولوا احتلي البيبي على كذا جهه مشان وضعيه الراس، يعني المهم ما تكون اذنه مسنيه تحت الراس، تحطيه كيف ما بدك، المهم الاذن ما تنطوى تحت الراس. طيب تمام. خلينا نروح لرحله العلاج، نتعرف من حضرتك كيف ممكن اليوم نعالج هي المشكله، ممكن نبلش بمراحل بسيطه ام لا احنا بدايه حاجه فورا يمكن للعلاج الجراحي؟ خلينا نوضح اكثر شو هي طرق العلاج. كمان سؤال حلو مرتبط بالقبله، يعني نحن بدايه بما انه في شيء ممكن نحن نسببه للطفل، بالتالي الوقايه هي خيار اول، انه انا اذا كانت الحاله بدها تنشا بسبب وضعيه الراس والاذن فانا بكون بحمي طفلي بالوقايه من هي الوضعيه. اما الحالة المتقدمة والصريحة يلي صارت ما قدامنا لها حل تاني غير الجراحة، فهون حلنا هو الإصلاح الجراحي، طبعا بيصير تحت التخدير الموضعي أو العام، ويفضل طبعا بعمر مثالي هو 5 سنوات. طيب يعني خلينا شوي نتخيل معك هذا العمل الجراحي، يعني نحن دائما الأذن هي عضو حساس بالجسم، اليوم عم تقولي يعني هي تحت التخدير العام، خلينا هيك نوضح شوي آلية العملية كيف تصير يعني. ايه حلو كثير. هلا العملية هي لها أكثر من تكنيك، نحن طبعا بنقراها بالكتب والمراجع، وبقى بتعتمد على نحن كيف بدنا نحاكم الحالة. بالنسبة للأساسيات بالجراحة بمختلف أشكالها وتكنيكاتها، نحن في عنا شريحة جلدية بدنا نستأصلها من السلم الخلفي الموجود خلف الصيوان، عم نحكي خلف الأذن لكن طبعاً. على السلم نستأصل شريحة جلدية قياسها بيتفاوت حسب شدة حالة التبارز، طبعا الخفيف بيكون بدنا قياس شريحة صغير، وكل ما كان التبارز أكبر بدنا نعرض الشريحة الجلدية تستأصل، بعدين بيتم التداخل على غضروف الصيوان كمان حسب شدة الحالة، بتتراوح التداخل ما بين أنه أنا بس ضاعف الصيوان تضعيف للغضروف بالتشطيب أو بالتجريح، والمتقدمة أكثر نحن بنوصل أنه نستأصل شريحة مثلثية من هالمنطقة هاي من الغضروف، تحديدا بمنطقة يعني اللي بدي صنع فيها الطية اللي هي مانا موجودة بالصيوان أو الغائبة. هي التقنية ساعتها بتساعدنا بأنه نصنع شيء اسمه الأنتي هيليكس، وبعدين بيتم خياطة هيدي المنطقة اللي اشتغلنا عليها مع العظم الموجود خلف الأذن منطقة الخشاء وتثبيتها، وبعدين خياطة الجلد بطرق معينة، وبعدين بنحط ضماد ضاغط على الأذن بلف الرأس كله، وبنعطي توصيات لما بعد الجراحة. شكلها مؤلمة كتير. صحيح. لا ألم ما في. ألم ما في. دكتورة يمكن هذا الموضوع أو هي المشكلة، في أشخاص بتتقبل هي المشكلة ما عندهم يعني أي موضوع فيه، ولكن بالنسبة في حال كان في تأخر قصدي بالعلاج، شو المضاعفات أو الآثار السلبية اللي ممكن تصيب هدول الأطفال أو الأشخاص؟ تمام. هلا نحن حكينا انه بشكل عام يفضل انه تجرى هيدي الجراحه بعمر معين 5 سنوات، وهذا الشيء له اسبابه صراحه، يعني هو مو عمر محطوط هيك اعتباطا، هيدا العمر مثالي لانه الصيوان بعمر 5 سنين بيوصل ل 85% من حجمه عند البالغ، وبالتالي الجراح بيشتغل على صيوان شبه مكتمل، والجراحه بتكون طبعا اكيد ناجحه. والسبب الثاني لإجراء العمل الجراحي بهالعمر إنه الطفل بيكون لسه ما انخرط بالحياة الاجتماعية، ما دخل، يعني هذا العمر بنسميه نحن البري سكول، يعني لسه ما دخل للمدرسة، ما اختلط بالأقران، ما سمع الكلام والألقاب اللي بدها تجي، فهذا العمر مناسب ومثالي. هلأ في حال لم تجرى الجراحة بهذا العمر، طبياً وجراحياً وكنتائج للجراحة ما عندنا أي تغيير، بيضل الشخص بياخذ النتيجة الحلوة والجمالية والمرضية بأي وقت عملت فيه الجراحة. وفي حال لم تجرى يعني بـ بـ بالعمر الطفولي يمكن إجراءها بأي عمر، العقبة الوحيدة الممكن إنها يعني تنتج هي الأذيات النفسية والمجتمعية أو اللي بنسميها سوشيال ستيغما، يعني الوصم أو الألقاب اللي ممكن يسمعها، أما طبيا ما له آثار جانبية. وما بننسى نأكد إنه تبارز الصيوان ما له تأثير على السمع، يعني ما هي مشكلة سمعية، هي مشكلة شكلية وجمالية أو النطق أو شيء ما بتصفيق. لا نهائيا. طيب اليوم نحن خلينا نصنف نوع هي الحالة بالعمليات الجراحية التجميلية، هل فينا نقول اليوم هي عملية معقدة أم عملية بسيطة؟ وقديه اليوم مهارة الطبيب بتلعب دور جدا مهم بإعطاء النتائج الإيجابية للمريض؟ هلأ اعتماد الجراحة على مهارة الطبيب، فيني أقول أنه surgery is art، يعني العمليات الجراحية هي أشبه بلوحات فنية. صح. وأكيد أي جراحة كانت هي بتعتمد على مهارة ولمسة الجراح، وقديه هو خبير وماهر ومرن بأنه يحاكم ويناظر بين الجهتين،
ويعطي أقصى درجة من إمكانياته ليأخذ الشخص المريض أحسن نتيجة. طيب بالنسبة لعملية تبارز الصيوان قديش اليوم هي بتعتمد إذا فينا نقول على مهارة الطبيب؟ هل هي عملية ممكن تكون بسيطة أو معقدة؟ خلينا نوضح أكثر. هلأ إذا بدي صنفها بصنفها عملية بسيطة، هي عملية بسيطة تكنيكها معروف ونحن بنقرأ بالكتب وبنعرف كل أبعاده وطريقة إجراءه، ولكن يعني مثل ما قلنا أكيد خبرة الجراح ولمسته ونظرته هو للحالة وقديه هو قادر يكون مرن ويتكيف مع شكل كل صيوان ومع شكل الحالة اللي عم يتعامل معها، فأكيد بتعتمد عليه. اليوم دكتورة من خلال مجالك ومن خلال عملك أكيد اليوم عم تشوفي حالات خلينا نقول بسيطة حالات شديدة، واليوم عم تقدروا تجميلا اليوم تتعاملوا مع هاي النقطة. اليوم مثل ما قلنا العلم خلق لحتى يخدم البشرية، قد اليوم مهم قسم التجميل إن كان بهي الحالة أو الحالات الأخرى يعني؟ تمام. هلا التجميل خلينا نقول إنه وجود أي عيوب خلقية أو مشاكل مرضية أو تشوهات وخاصة بالأماكن الظاهرة والمكشوفة من الجسم في حاجة ضرورية اليوم 100% عند طفل صغير. خلينا نقول بلشنا شفناها اكتشفناها عند طفل صغير عند أهله اكتشفوها، يعني يفضل إجراء الاستشارة الطبية بأسرع وقت ممكن وإنه ما نتأخر عن متابعة حالة الطفل ونشوف شو الإجراء المناسب لحالته وكيف أنا ممكن ساعده أو صلح له هاي المشكلة اللي عنده حتى أنا أحميه من التنمر الاجتماعي، من الوصم، من الأزيات اللي ممكن يتعرض لها، الألقاب. بصراحة كلمة ممكن تنحكى بعمر صغير تنسمع على الشخص كل عمره يعني. فأكيد التجميل حل هاي المشكلة صراحة. طيب حماية يعني. طيب دكتورة نسبة هي المشكلة، نسبة وجودها اليوم عندنا بسوريا كيف عم تكون؟ هي كبيرة أم لا؟ عند مين عم تشوفيها أكثر، عند الإناث أو الذكور؟ صراحة هي موجودة نسبة متفاوتة وهي ما إلى علاقة بالجنس، موجودة عند الذكور وعند الإناث. نسبة طبعا وجودها لهي الحالة فيها نسبة كبيرة وراثية طبعا، تورث مثل لون العيون، مثل شكل الأنف، مثل لون الشعر، كل شيء هي تورث، ولكن بالمقابل فيها تظهر على شكل طفرة أو حالة منفردة عند الطفل ما أنا موجودة عند أهله بالأصل، وطبعا موجودة بمجتمعنا وبتخيل ما في حدا منا ما بيعرف حدا بمحيطه ربما عنده إياها أو بالفعل ورثها لابنه يعني. حتى كنا نشوف بعض الأمهات يروحوا لوضع مثل بوند أو بوند كرمال يخفوا هاي المشكلة، عم يروحوا مثل ما بيقولوا للحلول السطحية بدون معالجة المشكلة. اليوم حكينا بموضوع الإجراء التجميلي الجراحي وحضرتك هيك شرحتي لنا اليوم، تخيلنا نحن معك عملية بسيطة كيف ممكن تكون فيما بعد ما يتخرج هذا المريض. في توصيات اليوم قدي مدة الاستشفاء وهل ممكن يصير بعض الاختلاطات عنده؟ تمام. هلأ هي أولاً مثل أي عمل جراحي سواء تخدير موضعي أو عام فهو رح يكون تحت حكم الاختلاطات نفسها لأي عمل جراحي تاني. نعم. لكن إذا بدنا نقول في اختلاطات نوعية لهي الجراحة مميزة لها فينا نذكر اختلاطين يعني بيميزوا هاي الجراحة. الأول هو أنه يصير عندنا لا سمح الله التهاب بغضروف الصيوان بعد العمل الجراحي. في سبب لهذا الالتهاب أكيد دكتورة؟ عدم العقامة وهالأشياء هاي رح نحكي عنها يعني. إذا بقلكم إنه مثلا التهاب غضروف الصيوان اختلاط يعتبر يعني ما إنه كتير مستحب، لأنه التهاب الغضروف رح يقودنا لسلسلة من التداخلات الجراحية الإصلاحية، رح نضطر ندخل أول مرة وتاني مرة لننظف منطقة الالتهاب والقيح وننظر الحواف ونشيل المنطقة المتأذية أو المتموتة، وبالتالي مرة على مرة رح تنتج عنا أذن مشوهة بنسميها نحن الأذن القنبيطية. فهي بتكون نتيجة لالتهاب غضروف الصيوان. هلأ هيدا الاختلاط جدا سهل تجنبه وتفاديه باتباع أقصى شروط ودرجات العقامة أثناء الجراحة، اختيار المكان المناسب، قاعة عمليات مجهزة وعقيمة، يتبع الجراح أقصى درجات العقامة. بعد العمل الجراحي أيضا لما بدنا نبدل الضماد بشكل دوري ولسه جرحنا طري أثناء فك القطب يعني الالتزام يعني الالتزام بالتعليم أكيد بيراجع طبيبه وبيقوم ما بده يضل نايم على بيكون في ضماد كامل مثل البوند لافف الراس بشكل كامل. طبعا أول يعني أول أسبوع لأسبوعين وبعدين حنعطيه توصيات الراحة من الضماد والبوند يعني بصير منخففها شوي شوي، بده يضل يتبعها شهر لثلاث شهور تقريبا.
طيب اليوم بعد العملية الجراحية تمام كان في اختلاط ثاني يعني انت سألتي ففي اختلاط ثاني بيميز هي الجراحة هو شيء بنسميه الأذن الهاتف أو تليفون إير خلينا هيك نشرحها بالعامية أذن الهاتف يعني بتشوفي أنت الجراح عم بيحاول يعطي أفضل نتيجة للمريض بيقوم لما بده يعمل الشريحة الجلدية ويرد الصيوان للخلف قام بفرض إصلاح للمنطقة المتوسطة من الصيوان وترك القطب العلوي والسفلي لأنه ما قادر يرجعون لورا لأنه إحنا عندنا التكنيك هو بيشتغل يعني بدنا نترك جزء من الأعلى ومن الأسفل فبهالحالة بتشوفي شد مبالغ فيه للجزء المتوسط مع تبارز للقطب العلوي والسفلي فبتصير عندنا مثل شكل سماعة التليفون الأرضي اللي بنعرفه يعني إلى قطبين علوي وسفلي كمان سهل تفاديه بإني أنا بس يعني يقوم الجراح بالتعديل والإصلاح بشكل معتدل ومتوازن وبدون مبالغة ما بيصير عندنا شيء جراح أكيد يعني الأول والأخير اليوم على الطبيب يمكن مصطلحات طبية اليوم جديدة ويمكن كثير من الأشخاص ما بيعرفوا تفاصيل عنها دكتورة خلينا نرجع للعملية الجراحية بعد العملية مباشرة في حال بعد فترة صار في انتكاس بالحالة ورجعت الأذن لشكلها الطبيعي شو بيكون السبب هون؟ هلأ هي ترجع تماماً لشكل الطبيعي لشكل اللي كانت عليه ما بترجع على الآخر يعني لأنه مهما كان الجراح لازم يكون مستأصل الشريحة الجلدية وقصر المسافة اللي كانت الإذن مرتاحة فيها ومتقدمة للأمام لكن فينا نقول أنه إذا ما التزم بالضماد أو البوند اللي نحن منوصي يحطه بعد الجراحة بالشكل المناسب أو أنه يكون صار شيء من الاختلاطات اللي حكينا عنها أو يكون مثلاً ما نفكت القطب بالشكل الصح أو فكت قطبة بكير أو صار في تعديل يعني معين كل هدول ممكن يسببوا عدم النجاح أو عدم التناظر أو عدم الحصول على النتيجة المرضية بس بحال الالتزام بالتعليمات والتوصيات بشكل تام عادة بتكون عملية ناجحة وصراحة ما عم بيصير معنا اختلاطات إن شاء الله هيك بالصحة والسلامة للجميع دكتورة منى شكر حضورك لليوم لهالصباح الجميل ونتمنى لك التوفيق بعملك أهلا وسهلا بحضرتك الدكتورة مريم إبراهيم خلوف أخصائي بأمراض الأذن الحنجرة والأنف وجراحة تجميل الرأس والعنق يسعد صباحك صباح الورد شكرا لك دكتورة شكرا لكل المعلومات الطبية والنصائح اللي قدمتيها نورتي صباحنا شكرا كثير على الاستضافة احنا مكملين بباقي فقراتنا الصباحية وكالعادة تعودنا ضمن صباحنا غير نضوي على مشاريع لسيدات قدروا ينجحوا ويعملوا بصمة بسوق العمل وقدروا أنهم أيضا يدربوا أشخاص ويكون هذا المشروع هو خير لإلهم ولكل الأشخاص اللي حواليهم فكيف اليوم إذا عم نحكي عن مشروع طبي تجميلي بأيادي جدا خبيرة يا هادي اليوم هنتعرف على مشروع كتير مميز لصيدلانية حبت من خلال خبرتها ودراستها توظف مواد من الطبيعة لتصنع مستحضرات تجميلية للبشرة خلونا نتعرف أكثر مشاهدينا عن الموضوع مع الصيدلانية الدكتورة مريم دركزنلي أهلا وسهلا فيك دكتورة دكتورة صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك قبل هيك ما نروح معك لهذا المشروع الجميل اللي كل الصبايا اليوم بتحبه يعني وصدقا صرنا نرجع للشيء الطبيعي لأنه اليوم المستحضرات صارت المواد الكيماوية كتير دخلت بتصنيعها فهذا الشيء أكيد له أضرار كتير سلبية على البشرة بداية من خلال مجالك وعملك قد اليوم مهم الصبية تهتم بالبشرة وتعتني فيها قبل ما نروح لموضوع المستحضرات هلا هو كتير مهم أن تعتني ببشرتها حتى من سنة صغيرة يعني من على 18 سنة تبلش تحط الواقيات الشمسية المرطبات هدول إن كان صبية حتى والشباب يعني المفروض نحن نعتني بهالقصة لأن الجلد يعني يعتبر هو حاجز الدفاع الأول فنحن لازم نقدم عليه مستحضرات بسيطة مرطبات واقيات شمسية كونه هو عم يحمي الأعضاء الداخلية من الميكروبات عم يحمي الأعضاء الداخلية كمان من المواد الخارجية اللي نحن عم نتعرض لها كمان هو يعتبر حاجز ميكانيكي فهو بيحمي البشرة من الصدمات العنيفة فبيحمي كمان الأعضاء الداخلية من الصدمات كمان ممكن هو يكون عندك الجلد كمؤشر لأنه يقول لك أنه في عندك كدمات في معناتها في مشاكل داخلية كمان فينا كمان نستفيد منها فبعد هدول يعني الأهمية اللي للجلد مفروض نحن نعتني فيه أصلا من نحن وصغار يعني من 18 سنة يفضل يعني مشروعك اللي عم تشتغلي عليه من أمتى بلشتي؟ هلا أنا بلشت فيه تقريبا يعني من 4 سنين على الضبط هون كان أول مستحضر اللي أنا صنعته كان عبارة عن كريم ليلي طبعا أنا بخلال دراستي بالجامعة كان في مادة عقاقير هي عبارة عن دراسة للنباتات والمواد الفعالة اللي موجودة فيها فحسيت أنه أنا بحب هاي الاستخلاصات الطبيعية
هلا بالبراند اصلا انا استخدمت انه اعتمد على حالي كمان اقدر استخلص المواد، الزيوت، الخلاصات مائيه، خلاصات كحوليه. كمان بالسنه الثالثه كانت عندنا مواد صيدلانيات كمان بنقدر نحن نحضر فيها الكريمات، السبلاشات، هدول كلياتهم. فدمجت الموضوعين مع بعض، خلاصات نباتيه مع كريمات. كان اول مستحضر الي هو الكريم الليلي وقت انا بلشت فيه، طبعا عدلت عليه على مر السنين، يعني ضليت عم عدل عليه. ففعليا هو بعد يعني من 4 سنين كان نازل اول مستحضر لإلي بعد ما جربه كل العالم. حلو. يمكن كنت انت الشخص الاول اللي جرب كل ماده بتستخدميها. طبعا اول شيء تجربي الريحه، الملمس، اللون، يعني انه شلون عم يعطيكي احساس. بتعدلي، بتضيفي. تمام. خلينا هيك رح نروح معك دكتوره لنستعرض موادك لليوم. هذا شامبو. ايه تمام. هذا هلا الشامبويات هي انا استخدمت فيها نباتات. هون انا استخدمت انه خلاصه مائيه من نبته. هلا بهذا الشامبو بالذات في نبته كنا اسمها ذيل الحصان، فهي ماده، هي النبته هي فيها حمض الصفصاف وفيها معادن، فيها كالسيوم، فيها بروتينات، فهي بتقوي بصيلات الشعر. هلا نحن رايحين اكثر شيء لاقليل الجبل انه هو اللي بيعمل هيك. فتخيلي لو انه مادتين مع بعض، اقليل الجبل وكنبته ذيل الحصان والقرنفل، كيف بتعمل تحفيز لبصيله الشعر مشان يطول الشعر. بالاضافه انه هو بيعدل الافراز الدهني كونه فيه حمض الصفصاف. تمام. شوفي هايدي اليوم عم ما نولزج، نحن متعودين على الشامبو انه هو طبعا ماده سميكه. صحيح. يعني تمام. خفيف كانه خفيف. بس تمام. نتيجته نحن يعني بدنا نروح للنتيجه، هل عم يعطي نفس النظافه للشعر نفس ال هلا دائما بتركيبه الشامبويات لازم يكون في ماده منظفه، مادة معززة للرغوة، ومواد مغذية. فالمادة المنظفة موجودة. طبعا أنا هون في عندك أنت خيارات كثيرة، فيها تكون فيها تكسبون، يعني المادة هي كثير شديدة التنظيف وهي طبعا مضرة للشعر، فيا بتعدلي بالتراكيز فيها يا أما ممكن تضيفي مواد تانية مثل الجلوكوزايد. فأنا ضفت هيك وهيك، مادة بتنظف وبنفس الوقت هي فيها خلاصات نباتية تغذي الشعر. هلا بالشامبو الثاني كمان كان فيه بذور الكتان. نحن بنعرف انه هو عباره عن، بس تستخلصيه بيطلع معك ماده هلاميه. صح. هي عباره عن احماض امينيه وبروتينات مفيده وبتطول الشعر. فهي لا، هي بترطب الشعر. نحن دائما بننسى هي قصه ترطيب الشعر. صح. يعني لانه شعرك انت عم بيتعرض للسشوار، للغبره، للعوامل الخارجيه البرانيه، فبضله بينشف. فقصة الترطيب نحن هي تقريبا نسيانها، يعني يا اما ما بتحط سيرومات او كريمات. كريمات الشعر في موجود. هلا هو كلبان كعفوا بذور الكتان هو بيرطب. في انا عندي سيرومات، في عندي كريمات، بس ما قدرت اجيب كل شيء يعني. خلينا نرجع شوي للبشره، ويمكن اليوم عندنا انواع عديده للبشره، ان كانت الجافه او الحساسه او المختلطه. اليوم طرق العنايه بكل نوع من انواع البشره كيف بتتم؟ ايه هلا انا بس بدي اصلح شغله معلش. تفضلي. انواع البشره هن جافه وعاديه دهنيه ومختلطه. الحساسه هي صفه اكتسبتها مع الوقت. صحيح. تمام. ممكن تكون عندك دهنيه وحساسه، ممكن تكون عندك جافه وحساسه. تمام. حتى التصبغ هو كمان يعتبر صفه اكتسبتيها انت من الوسط الخارجي. يمكن صعب يكون اكثر من نوع يكون في جاف مع هلا بس بحاله المختلطه اللي هي بتكون متركزه اللمعان والمسام المفتوحه بمنطقه الانف والجبين ومنطقه الدقن، فممكن يكون باقي الوش عادي او يمكن يكون جاف كمان. طبعا هذا عنايته شيء والبشره الدهنيه شيء تماما. هلا اهم شيء بكل البشرات هي تستخدمي اول شيء الغسولات، الغسول الصح لحتى تقدري انت تحصلي على النتيجه اللي بدك اياها. غسولات البشره الدهنيه بتكون دائما فيها حمض الصفصاف، وهو تقريبا يعني يعتبر تقشير خفيف للبشره، هو بيقلل الافراز الدهني فيها. بس انا لازم بعده، يعني عن تجربه، انه لازم بعد هذا الغسول تبع حمض الصفصاف او يعني المقشرات العنيفة، ممكن استخدم بعدها فورا غسول لطيف يكون فيه جلسيرين، يكون فيه مادة هيالورونيك أسيد كترطيب. لأنه مصطلح ترطيب هو بعيد كل البعد عن موضوع مثلا أنه لا أنا بس بدي غذي بشرتي. الترطيب هو حبس الماء داخل الجلد، فهو ضروري إن كان جافة ولا دهنية ولا حتى مختلطة. بالنسبة للبشرة الجافة كمان المفروض تكون فيه غسولات تكون فيها كمية عالية بالعكس من الترطيب، ما يكون فيها شيء مقشرات، ما يكون فيها شيء للإفراز الدهني، بالعكس لازم يكون فيها مواد تغذيها مشان تضلها محافظة على ترطيبها.
العادية طبعا مثل ما بنعرف هاي ما بيكون فيها لا حبة ولا نشبانة ولا فيها قشور ولا شيء، يعني هي البشرة هيك المريحة للكل، يعني شو ما جبتي ممكن تستفيدي من الموضوع. بعد الغسولات لازم مثل ما قلنا المرطبات، طبعا هلا الاشكال الجديده الصيدلانيه اللي دارجه هي السيرومات، كونه انه السيرومات قوامها مائي اكثر من انه يكون فيها زيوت، او بيكون فيها زيوت بس بنسبه خفيفه، وطبعا الزيوت الخفيفه مثل زيت اللوز، زيت الجوجوبا، زيت ورد، هدول المفيدين للبشره وخفيفين على الوش. باقي الزيوت لا ينصح انه تنحط مباشره على الوش، ممكن تعمل يعني اذيه، ممكن تكون حاده كثير على بشره الوش. حتى وقت اللي كنا عم نحكي كمان على اكليل الجبل كمان ما بيصير نحن نحطه اكثر من ربع ساعه على الشعر، المفروض فورا ينغسل، في زيوت حاره لانه في زيوت بارده. قد اليوم الصبيه بده يكون عندها ثقافه بهي القصه، يعني تقدر تحدد هي شو بحاجه بالضبط. تمام. ذكرتي اليوم الغسول، وهو يعني كل صبيه عم تستخدمه يوميا، ان كان غسول ان كان صابون ان كان مهم شيء ينظف بشرتها من المكياج ومن الغبار والى اخره، ولكن اليوم عالم التسويق مليء دكتوره، يعني والعروض كثير، يعني ممكن يلفت نظر الصبيه اعلان يعني ميديا بالنهايه لعبه ميديا يعني او حدا يقول لها. اليوم وقت نحن بدنا ننتقي هذا المنتج، شو اهم شيء مفروض نتاكد انه موجود ضمنه؟ نحن ما بنعرفه يعني. تمام، هلا في عندنا مشكله انه ما حدا بيقرا المكونات. تمام، انت لما بدك تشتري انت عارفانه بشرتك جافه، فانا لازم يكون المكون اللي موجود فيها مرطبات، وارخص مرطب هو جلسيرين بي 5 يكون فيه هيالورونيك اسيد. انت لما تكون بشرتك دهنيه بده يكون فيها حمض صفصاف مثل ما قلنا مفروض موجود فيها. هلا احيانا اذا انت ما بدك، انت مالك حافظه كل هدول التركيبات، الشكل الصيدلاني تبع المنتج تبع الغسول لما بيكون غسول جيل فهو اكيد حينشف البشره، فهو حيصلح للدهنيه اكثر. لما حيكون قوامه فوم واللي هلا دارج كثير فهو خفيف حيناسب البشرات الحساسه، وهو هلا اغلب العالم كلها صار عندها بشره حساسه كونه نحن ما عم نعرف نستخدم مستحضرات، عم يعني في تخبيص يعني شوي شوي خصوصا نحن يوميا يعني يوميا الميك اب اساس بيتركه كمان حتى بالليل، انت ما عم ينضف 100% الكريم الاساس. هلا بجلسات تنظيف البشره بتلاقيه على المرحله الثانيه والثالثه لسه عم بيطلع معك فوند وانت عم تطلعي فيه. تمام، كل هالغسيل على الفاضي اليومي اللي عم نعمله. لا مو غسيل على الفاضي، بس مثل ما قلت لك كونه انت اذا عم تحطي ميك اب طول نهارك يفضل المساء استخدمي نوعين غسول، واحد يكون قاسي يعني بقوام جيل مثلا، واحد يكون بقوام فوم مثلا معزز بألوفيرا، معزز مثلا بكركم اللي هو منيح للبشره الدهنيه، معزز مثلا بالخيار منيح لتفتيح التصبغات منطقه حوالين العين. يعني هي بس قصه الغسول، بس تغسلي منيح بعده فورا بتستخدمي مرطب، اي مرطب ان كان، يعني هي مو شرط انك تدفع كثير لتجيبي براند عالمي او مستحضر ثقيل عن جد يكون تستفيدي منه. الجلسيرين هو يعني بلدنا مشهوره فيه مليون طبي بالصيدليه قصدك. تمام تمام، فيك تحطي فينا نستخدمه من دون شيء ثاني معه. هلا على هوا نوع البشره ما عم بقول لك على هوا، هون تلعب التراكيز دور. ويمكن اصعب شيء انه الواحد يقلد الشخص اللي مثلا رفيقتي حطت من هيدا النوع انا لازم احط منه. تماما، كثير عم نشوف هيدي الحاله. طيب هدول الشامبوهات والسبلاشات خلينا نوضح قد بياخذوا معك وقت اليوم لحتى تشتغلي هون، خلينا نتعرف على مراحل شغلك قد بتاخذي وقت. هلا اول شيء انا بكون لازم اول شيء حط الهدف من المستحضر اللي انا بدي اساوي، يعني انا هلا بدي اساوي مستحضر مثلا للشعر المتقصف. تمام، اول شيء بحط الهدف هذا تبعي انه انا بدي اياه يرطب. تمام، بدي اياه انا يرمم. تمام، فشو هن المرممات؟ ممكن تكون بانتينول، ممكن تكون هيالورونيك اسيد. اي طيب شو النباتات اللي ممكن انا استخدمها؟ كمان بحدد النباتات اللي بدي اغسلها. بعدين نحن في شيء عندنا اسمه فورميلا، انا بكتب فورميلا لحتى بلش اشتغل انا عليها. بعدين خلال التصنيع طبعا بالجو العقيم والنظافه وهيك بلش بركب، ممكن انا اثناء الصيغه لقيها مثلا خفت لزجتها، معناتها انا بدي اعدل على الصيغه. يعني الموضوع بياخذ منك اذا انا يعني محدده شيء من شهر لست اشهر ممكن، وممكن ياخذ سنه معي اذا بدي انا صنع مستحضر وخلص نزله انه هذا هو خلص اعتمدته ما عاد اعدل على التركيبه تبعه. طيب دكتوره اليوم الاعتناء الصباحي للبشره هو بحاجه ايضا انه نحن نستمر بهذا الاعتناء
الاعتناء والروح ايضا الليل، ودائما بيقولوا انه الكريم الليلي جدا مهم مغذي الى اخره، وخاصه ما بعرف اذا في معلومه صح انه العتمه وقت تكوني حاطه الكريم ممكن يعني تعطي نتيجه افضل اثناء النوم. اليوم حضرتك ايضا جايبه معك كريم ليلي، نحكي عنه عن خواصه وقد ايه اليوم مهم الصبيه تتابع بهي القصه ليلي بشكل يعني يومي وبالليل. تمام، هلا الكريمات الليليه معروفه انه هي بتكون عاليه الترطيب. كمان من زمان كان مستخدم ماده اللانولين اللي هي بتحبس المي جوات الجلد، فبتلاقي بالشوتن يعني امي وستي وعمتك يعني هدول كلياتهم بتلاقي بالشوتن الساته والشاته ايوه عم يلمع وما احلى. هي كان في ماده كثير لانولين، هلا تقريبا هي مقطوعه. هلا كريم الليلي اللي انا اصلا اول شيء صنعته هذا هو اول منتج؟ اول منتج من أيه. كم سنه قلنا دكتوره؟ اربع سنوات من اربع سنين ايوه. هذا انا حطيت فيه خلاصه لبان الذكر، بتعرفوا نحن هذا اللبان الذكر منتشر هلا بس هو ماده كثير غنيه بالاحماض الامينيه، هو يعتبر كولاجين طبيعي. مصطلح كولاجين كمان هذا فيه كمان كثير لعب، بس كونه نبته هي كولاجين طبيعي، فهو بيعبي الخدود، لا بيعبي الخدود، بيعطي منظر توحيد للون، كمان هي النبته بالذات عندها ميزه تجديد الخلايا. طبعا انا هون خلاصه مائيه استخدمته، فانت حتشمي اول شيء ريحه لبان الذكر. ضفت عليها بعد التعديل بذور الكتان، بذور الكتان كمان هي النبتة الوحيدة اللي عندها ثلاث أنواع أوميجا، الأوميجا 3 و6 والأوميجا 9، فهي بترمم الأنسجة الداخلية، فهي عطتني تقريبا تصحيح للأنسجة الداخلية قريب من مبدأ البوتوكس. تمام، فهذا الكريم الليلي أنا صار عندي فيلر بوتوكس مع بعض. تمام، وفرتي اليوم. تمام، هلا شو المشكله اني انا مو قصه اني عم بوفر انه للصبيه يعني اليوم الصبيه لانه كم شهر بدها اجباري اذا التزمت اول اسبوع بالروتين الاسبوع الثاني بتمل، فانت لازم تعملي صحيح. مستحضر هاي استخدم يكون على الاقل عم يعطيكي نتيجتين او ثلاثه. واليوم كلياتنا كنساء يعني كلياتنا عم نشتغل من الصبح للمساء، يعني يا دوب بتلحقي بترجعي بتغسلي وشك، هالكريمات كريم واحد ممتاز. انا وقت بتذكر واحد خالص منتهي الصلاحيه بجيبه بتذكره بس ينتهي صلاحيته. تمام، ليش؟ لانه انت عندك كميه كبيره بس انه انت ما عندك الوقت تستخدميها كلياتها. فهذا انه حتى انا الكريم الليلي ولا النهار اللي عملته هو عم يشتغل شغلتين او ثلاثه كرمال انه انت تضلك مستمره بالموضوع، مو انه انت خلص اول مره اسبوع اثنين بعدين يا الله مليت او انا اليوم تعبانه بلاها. لا هيك لا، صبي اليوم ما بتلاقي نتيجه فوريه ممكن تمل، نحن عارفين هاي العاده انه استخدمته اسبوع ما حسيت بفرق. ما بقى بدي بس بما انه له اربع سنين يمكن عم تكون نتائجه مضمونه اكثر والاقبال عليه. لا الحمد لله، خاصه بمنطقه حوالين العين كان في اكثر من وحده بس عم تستخدمه منطقه حوالين العين، فهي النتيجه انه خف السواد اللي تحت العين، عبى منطقه تحت العين تعب وارهاق او نقص سوائل، فكانت النتيجه كثير حلوه تبعه. طيب خلينا كمان نتعرف على انواع الصوابين يلي جايبتيهم، كمان هلا كل قطعه قد ايه ممكن تاخذ معك وقت وكيف عم تشتغليها اليوم؟ ايه هلا الصوابين انا اعتمدت على صوابين الجلسرين، لقيتها يعني هي الافضل لكل البشرات. تمام، بس الزيوت اللي دخلت لها اياها هي اللي بدها تعالج. هلا هي صابونه جلسرين بحته يعني اسهل للبشره. تمام، في عندك صابونه فيها قشور الرمان، فيها نبات الخردل اللي هو كمان ما حدا كتير بيعرف عنه كتير خواص، فهو بيعمل شد للبشرة، قشور الرمان مع الخردل صارت عاملة شد للبشرة. عندك الصابونة الثانية هي لتفتيح التصبغات، فيها ميزة الشوفان وخلاصة عرق السوس، فهن التنتين يعني كمادتين مرطبة وواحدة بتقلل التصبغات. الصابونة الثانية هي بتخفف من حب الشباب أو الحب الناعم أو الحب اللي بصير معك أنت حرارة من المعدة أو الأمعاء وبصير بيظهر بمنطقة الجبين، ففيه كمان هو بابونة عشان يقلل الحساسية اللي موجودة بالبشرة، ونبات الخردل كف. كيف بتظهر على الجبين دكتورة؟ يعني يوم ذكرتي معلومة جدا مهمة، يمكن ما كتير الأشخاص بيعرفوا أنه الأشخاص اللي عندهم حرقة بالمعدة ممكن تظهر حرارة بالمعدة حرقة بالجبين، نقول تصبغات. لا لا، حبوب تجي ناعمة صغيرة. ممكن تتميز عن حالة تانية انه ما يكون تعب بالبشرة او هيك تنعرف انه اليوم في حالة مرضية؟ قصدي هلا هي بتكون متوزعة قريبة من خط الشعر تقريبا. هلا هي ما قلت لك انا الجلد احيانا بينبهني لمشاكل داخلية. هلا لما بيكون انت اكل
طول مثلا الاسبوع من السوق وعم تعاني مثلا من مغص وهيك، فبتبلش تطلع هدول الحبوب على الجبين اول شيء، غير الحبوب اللي موجوده مثلا على الدقن والهي مميزه، بتكون حبوب كثير كثير ناعمه تمام. او اللي بتكون قصة غرة تمام بصير في عندها حبوب، هاي كمان نحن بنقول حبوب حراره، كمان هاي بتكون يعني بتدلني انه في حراره عاليه جوات جسمها. هلا هي مبدا انك انت بس لازم تغسلي وشك مي بارده طول الوقت، بدك خافت حراره فموي يعني لازم يتاخد، او صوابين الجلسرين كثير مفيده بهالقصه تمام. كمان في حبوب اللي بتطلع احيانا بالوجه في حبه التوتر تبع انه انت عندك مقابله اليوم طلعت لك حبه هيدا حبه العرس الحياه هلا صارت موضه دكتوره او حب الشباب كمان لا هلا هي حب الشباب بتقلل العلاجات كمان ايه تمام تمام هلا هي حب الستريس او التوتر حب المناسبه حبه المناسبه لانك انت بتكوني عم تفكري شو بدك تلبسي وشو بدك تطلعي وشو بدك تروحي واليوم بتلحقي ولا ما بتلحقي، فبتطلع لك هي الحبه قبل بيوم، فهي مشان تنبهك انه انت كثير ستريس ايه. او بالايام العادة الشهرية كمان ممكن هي تطلع كمان بسبب ارتفاع الهرمونات عندك، فبنبهك انه كمان في عندك مشكلة بخربطة بالهرمونات. بعدين بنرجع مشكلة حب الشباب اللي هي مشكلة واسعة أكيد. طيب خلينا نحكي عن تسويق لشغلك، ان كان حصرا من خلال البازارات والمعارض، شاركتي ببازارات ومعارض، قدمتي اليوم منتجاتك، كيف كان الاقبال وكيف كان ردود افعال الناس؟ هلا للصراحه اول شيء انا كانت اشتغل على محيطي تمام وقت اشتغل بالصيدليه يعني تجيني مريضه عندها مشكله، كمان صار في ثقه متبادله بيني وبين المحيط اللي حوالي. بعدين قررت اشترك بالبازارات. الصراحه يعني انا بتشكر المدام عروبه السيد، يعني انا اول شيء دقيت لها استفسرت منها قلت لها كيف موضوع البازارات وهيك، وكثير ساعدتني وشجعتني على الموضوع. قلت لها انا حاسه الموضوع غريب علي، قالت لي لا تاكلي هم انا معك تمام. هي اول مره بس كاول مره انه انا ما بعرف وما في حدا يعني مثلي موجود مكان موجود بالبازارات. فاول ما شاركت ببازار بكره احلى يعني كان الاقبال يعني بالنسبة لي أنا أنه منيح تمام. كله تعرف علي وكله أخذ فكرة عن المنتجات عن شغلك. لما كان عاد الشهر اللي بعده هون كانت يعني المفاجأة الحلوة أنه دكتورة نحن جربنا السيروم وأنا عجبني وبدي واحد تاني، وجايبة معي بنت أختي بنت خالي هيك شو فيني بشرتها. فصارت أصلا هي منطقة البازار هي منطقة للاستشارة المجانية، وبنفس الوقت هي تاخد فكرة كيف لازم تعتني ببشرتها. في كتير أخطاء لقيتها يعني، بالعكس هيك أنا صرت على احتكاك أكثر بالأغلاط اللي عم بتصير حوالي، حتى أكثر من موضوع أنه أنت بس بالصيدلية أو أنت بمجتمع موجودة بمركز ولا شيء، لا هون صرتي أنت فعلا مع الأشخاص اللي موجودين قدامك، هنن من ثقافات مختلفة ومن أوضاع مختلفة، فأنت هيك صرتي تاخدي فكرة أنه هن شو بدهم. حتى بعدين بعد كذا شهر بلشوا يقترحوا علي دكتورة في مجال تعملين لنا مثلا معطرات للشعر. فكرة معطر الشعر أول شيء أنا ما كانت خاطرة ببالي يعني، أنه العطورات كلها ماني مدخلتها كنت موضوع التجميل، فكان وقتها الدنيا صيف، فأول فكرة خطرت ببالي أنه لازم ما يكون فيه كحول تمام. طيب أنا كمان أكترية السيدات بتنزل على المسابح وبتطلع بتعرفي في كلور وشمس صار في أكسدة، حتى انتبهتي لهي التفاصيل تمام صح. فأنا حطيت ضمن الهيرميس أو معطر الشعر هو أنه يكون خلاصة ماء الورد معمول مضاف عليه كمان عطورات، ضفت عليه بانتينول اللي هو مرمم للشعر عشان إذا أنت أصلا شعرك متضرر، وضفت عليه فيتامين إي كمضاد أكسدة، فأنت هيك صرتي هي البخة الوحدة هي عم ترمم وتحمي وبنفس الوقت عم تعطر الشعر. طبعاً صار هو يستخدمه كمان الأطفال أكثر على أولاده كونه ما فيه كحول وما فيه شيء يؤذي تمام. دائماً العودة للطبيعة الدكتورة متلائمة نقول هو الأفضل يعني تمام. نتشكر حضورك لليوم، نتمنى لك التوفيق بهذا المشروع الجميل تمام. وهيك نشوفك ببازارات ومعارض شوف دول المنتجات الجميلة. شكراً دكتورة لحضرتك. أهلا وسهلا شكراً لكم. الختام دكتورة مريم شكراً إليك ولكل المعلومات اللي قدمتها ضمن صباحنا غير اليوم، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. خلينا مع مشوارنا الصباحي، رح ننتقل لفاصل صغير وحتى نرجع لنستقبل اخر ضيوف صباحنا غير لليوم.
ومكملين معكم مشاهدينا، وصلنا رشا لفقرتنا الأخيرة وختامها مسك مع ضيوفنا، ورح تكون من عالم الأدب والشعر والقصة والرواية، لنضوي على رواية جديدة لكاتبة سورية قدرت بقلمها تكتب العديد من أبهى الروايات والقصص والشعر، أيضا من رسائل لم يقرأها آدم، وعلى شفاه الوجد على صوت نبضه، ومسكونة بك سنين المخاض وغيرها من القصص والروايات. أكيد يا هادي، اليوم ضيفتنا حازت على العديد من الجوائز والتكريمات، ومنها أفضل لقب روائي لعام 2020 في لندن، أيضا لقبت بشخصية العام بمصر عام 2019، وحاصلة على المركز الثاني في مسابقة القصة القصيرة في مصر بمهرجان همسة الدولي لعام 2018، والكثير من التكريمات. خلونا نرحب بضيفتنا لليوم وهي الكاتبة والروائية رنا العسلي. أهلا وسهلا. أهلاً. ما شاء الله، يعني سيبيك الصباح. أهلا وسهلا بحضرتك جازات، واهلا وسهلا فيكي وبوجودك معنا لليوم استاذة رنا. خلينا بداية حابين نحكي عن كتابك الجديد مغلق، شو بتحبي تسمعينا وتسمعي المشاهدين؟ رواية مغلق رواية حديثة لسه ما لها شهر تقريبا نازلة، فبتحبي سمعك بالأول عنا بعدين نحكي عنا. اخترت مقطع هيك صغير. كنت أقرأ صدفة مقولة أغرتني، رغم أني لا أؤمن بالقراءة والحرف، لكنها وجدتني بنفسها تلك العبارة الخيالية، كانت لفاروق جويدة، ذلك الشاعر الذي تحبينه كثيرا، تكلم فيها عن الخوف من النهايات. اسمعي ما قاله: لماذا نفكر دائما في نهايات الأشياء رغم أننا نعيش بدايتها؟ هل لأننا شعوب تعشق أحزانها، أم لأننا من كثرة ما اعتدنا على الخوف أصبحنا نخاف على كل شيء ومن أي شيء، حتى أوقات سعادتنا نخشى عليها من النهاية؟ يعني العنوان لحاله ملفت، يعني مغلق، أنت حطيتي القارئ أمام حيرة، يعني شو سبب اختيار هذا العنوان؟ ودائما نحن بنلاقي أنه القارئ هي لعبة، يعني بتحسي انه انت قادرة تخليني افتح هذا الكرام من عنوانه. لانه الرواية بالعموم هي بتخليك تحطي فيها كل اسقاطات المجتمع، السياسية الاجتماعية الثقافية، كل السلبيات والنواقض، فهي بالاخير انت عم تدخلي عالمها كحل وكرؤية وكتكشفي حتى كمان صبر كثير آلام وأمور نحن بنعاني منها بحل ما أو حتى إضاءة ما، فهي نحن بالأخير القارئ عم يهرب من واقعه بطريقة إيجابية بغض النظر عن رأي أي حدا بالأدب والرواية. في ناس تعتبره مضيع للوقت، في ناس تعتبره لا، هو فعلا عم بيفيد القارئ. القارئ بالأخير لما عم يقرأ عم يقوي مفرداته اللغوية، عم يهرب من واقعه بطريقة إيجابية، عم يشوف تاريخ وحياة الشعوب. فالقراءة بالعموم كتير مفيدة، وأهم ما فيها الرواية لكتير أسباب من الإسهاب، ونحن قديم نقدر نعطي عنا مساحتنا الحرة بالرواية. رواية مغلق حكت عن الأصول، العادات الشرقية، عن التربية اللي هي أنا كتير بحاول، مغلق على فكرة، مغلق على عادات، مغلق على تربية معينة. فهون نحن بنوضح قد ايه التربية تنشئ شخص، يا اما قادر يكون يواجه الحياة، يا اما بيكون حدا مهزوم متشبس بماضيه، متشبس بتربيته، حتى لو كان هو نفسه بقرارة نفسه معترض عليها ومو مبسوط فيها. يعني كتاب كتير مهم ويمكن لازم الأشخاص يقرأوا. خلينا نحكي من وين تستوحي اليوم الشخصيات والأحداث، من الخيال، من أرض الواقع، خبرينا أكثر. نحن بالنهاية أولاد الواقع، قد ما حطيتي بشخصياتك شيء من الخيال أو شيء مخيلتك جابت لك، بس نحن بالأخير أولاد الواقع. أي كتابة عم نكتبها هي بتكون شيء عايشينه مرينا فيه، مر في حدا بمحيطنا، شيء يعني بالنهاية هي محيطنا نحن بشيء من الخيال والإضافات اللي أنت بتقدري تعمليها كحلول. يعني في كتير نحن أمور تكون عالقة بحياتنا لسه ما انحلت، أو الحل ما مثل ما بيقولوا مو واضح بالنسبة إليك بالحياة، أنت ممكن بشوية خيال تعملي حلول بروايتك تساعد الناس أنه تاخذ أفكار كمان فيها. طيب، من رسائل لم يقرأها يقرأها آدم، اليوم شو هي الرسائل اللي ما نقدر يقرأها؟
رسائل لم يقرأها آدم، رسائل المراهقات اللي عمر 15-16 سنة اللي عم يحلموا بالحب، الحصان الأبيض تماما. فهي بتكون عبارة عن هيك مثل ما بيقولوا خواطر نسرية بسيطة لبجوز صبية حبت شاب بعيد وما قدرت تحكي معه مثلا، يعني الواقع الشرقي اللي بيخلي أحيانا الفتيات ما بيقدموا حتى خطوة واحدة تجاه الآخر اللي عم يخطو اتجاههم، كتير شغلات. فهي كانت رسائل لم يقرأها آدم عبارة عن مجموعة نسرية كتبتها بعمر المراهقة، طبعتها بعد ما صار عندي ولادة مثل ما بيقولوا، حبيت تكون أول كتاب مطبوع لين شان إنه حبيت أحتفظ فيها كذكرى بالأخير. طيب هاي المدة بعد من يوم اللي كتبتي ليوم اللي طبعتيها، يعني صار في فترة نضج ثقافية فكرية جدا مهمة بحياتك يعني، واليوم رحنا لمغلق، يعني شو حسيتي فرقت إن كان بطريقة الكتاب إن كان بشخصيتك؟ اليوم الكاتب هو عم يعمل إسقاط لشخصيته أيضا ضمن الرواية. صح، نحن بهي المرحلة بتكوني أنت هون عندي صار نضوج، نضوج فكري، نضوج اجتماعي، حتى بيكون عندك أنت دخلتي دراستك أو الشيء اللي تعلمتيه من الحياة إن كان أكاديميا مثلا بالجامعة أو حتى كان حياتيا بخبرتك واختلاطك مع الناس، فأنت كل هذا خلاك تقدري تعالجي الأمور بالكتابة أكثر. طيب خلينا نروح شوي لموضوع التكريم ونحكي أكثر عن تكريم حضرتك. آخر مرة تكرمتي فيها قديش بتقدم لك هي التكريمات أشياء معنوية كتير كبيرة؟ صحيح، لأنه بالأخير الكاتب هو بسموه يمكن بيعتبر حاله النهوض بعد الموت، فنحن أغلبنا بدون مثل ما بيقولوا ننكر هي الشغلة، نحن نبحث عن الخلود. فبالأخير مثل ما وصلتنا كتب كثير من الأدباء اللي رحلوا عن الحياة بس كتبهم لسه بين إيدينا، أي كاتب بيطمح أنه يضل خالد بحروفه بكتاباته لأولاده للمجتمع للناس اللي رح تكون تقراب يوم بالأيام. يعني لهيك أنت بتحسي أنه التكريمات مفيدة، أنه عم تخليكي تعرفي أنه أنت ماشي بالطريق الصح، انه انت تحفيزي، هي حافز، وهي انه انت الشيء اللي عم تقدميه او اللي وصلتي له بالنضج بالكتابه لحد الان معناها انت عم تمشي بمسار صحيح، عم ينال اعجاب الكل، عم ياخذ جائزه معينه لانه هو يستحق، فانت بتستحقي انك تبذلي مجهود اكبر لتكملي اكثر واحسن من هيك كمان. ان شاء الله هيك نشوفك باجمل التكريمات لحضرتك. سترنا دائما احنا بنعرف انه القلم هو السلاح، سلاح فكري موجود بإيد حضرتك، ودائما الإبداع بحاجة لاستفزاز بالحياة، يعني ممكن أنت تمرق فكرة تفكري بقصة تكون شاعلة لإلك لتبلشي رواية جديدة، ولكن كل كاتب له ستيل خاص، له شيء خاص بحياته هو اللي بيستفز. شو أكثر اليوم المواضيع اللي ممكن تقول رنا اليوم أنا بدي أكتب؟ المواضيع الاجتماعية المحيطة فينا، الأطفال، التشرد، معاناة العائلية اللي صارت عنا بعد الحرب الأخيرة. صحيح. بسبب رواسب الحرب، خلافات العائلة الواحدة اللي صارت بين الأخوات أو الأزواج أو حتى مع الأطفال، هي كلها صارت الشغلات تستفزك لأنه أنت بتكوني كل وقت شو بدنا نعمل وبعدين وين الحل؟ في شغلات كتير مالك قادرة تعالجيها غير بالورق، غير بالكتابة بالأخير، وعسى ولعل أنه بيوم من الأيام تحفز شيء عند هالجيل اللي طالع أو أي حدا عنده مشكلة أنه تعطيه حل بفكرة ما هو معاني من أجل. طيب الفترة القادمة شو عم تحضري؟ وكمان حابين نختم معك بشي من كتاباتك إن شاء الله رواية. يعني أنا حاسة أنه الرواية عم تعطي يعني مثل بيقولوا حلول أكثر من أي مو انقاصا بأي أكيد نوع أدبي ثاني، بس هي الاتجاه كله صاير عليها بالفترة الحالية، كانت ولا زالت أكيد، وإن شاء الله. واهتمامك يعني انت اكثر كمان بالروايه. فهي عم تعطيني مساحه حره لعبر عن كل شيء نحن هلا حكيناه من معاناتنا، من امورنا، من مشاكلنا بهي الطريقه. تمام، اليوم بنترك نتمنى لك كل التوفيق بمسيرتك الروائيه ونشوفك عناوين جديده تكون ملفته للروح. احيانا بتحسي في شيء روحاني بيربطك انت وكاتب ما، يعني اليوم اذا بسالك انت بمين متاثره بجوز تذكريلي يعني شغلات كثير شخصيات صحيح اثروا فيكي وقدر يمكن اعطوك شيء اكيد اكيد، فان شاء الله هيك بنتمنى لك التوفيق دائما، واهلا وسهلا بحضرتك نورتي صباحنا. شكرا لك، شكرا شكرا لك، واكيد نتمنى لك المزيد من النجاحات والتكريمات بالايام القادمه. شكرا لكم، شكرا.
وصلنا لختام مشوارنا الصباحي. شكرا لك يا رشا، واكيد نشكر كل اللي شاهدونا اليوم بصباحنا غير. بقيه نهار حلو لكم، وان شاء الله يا رب يومكم حلو بيحملكم كل شيء بتتمنوه. ولا تنسوا تتابعونا بكره بنفس التوقيت، ومن هلا لبكره تبقوا بخير. تبقى بخير يا هايدي. أكيد بدي أتشكرك وبدي أتشكر الكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول، وضمن الاستوديو والمعدة الجميلة حلا سلمان. شكرا لك يا حلا، لقونا بكرة ومن هلأ لو أتكونوا بألف خير. ومثل ما بلشنا هذا النهار بالأمنيات الجميلة ونوايا الخير الحسنة اللي دائما مفروض تكون بقلوبنا بأرواحنا، رح ننهي فيها أكيد كونوا بألف خير، ويا رب الرزق الكريم والخير للجميع. باي باي.